بدي منكم تتخيلوا معي الشغلة. فجأة توعوا بنهار ما عندكم صوت. يمكن هاي أول مرة أنا بطلع فيها لايف على السوشيال ميديا. أنت بتعرفي قد إيه عم بتعب وبشتغل كرمال يزيدوا عندي الفولورز على إنستغرام؟ اطلعي من هذا العالم الافتراضي اللي أنت عايش فيه وتعي عيشي معنا هون. ممنوع تتعب إذا بدك توصلي، بدك تكوني قوية لتضلي بهالصورة الحلوة. من الآخر شيلي هالتليفون من إيدك. ما بتعملي تفاعل مع الناس على السوشيال ميديا. أنا دايما برد وجبات على السوشيال ميديا، اللي بيعمل لي لايك بعمل له لايك. مان إذا نطيت هيدا الفيديو رايح فايرل. جربتي تنزلي واتساب على هيدا؟ عن جد بتلاقيني حلوة؟ شي مرة فكرت إنه أنا بضل راسي بالتليفون كرمال ما أشوف هيك منظر قدامي؟ لو هالقد محروقة ابنك ما كنت فلقت وتركتنا. ولو أساساً أنتم بدكم يعني نعرف مين اللي عم يسرق البلد كنت وقعت على قانون رفع السرية المصرية. Hello to all my FFF. بحياتك ما تفتشي على الشهرة على السوشيال ميديا لأنها كذبة كبيرة.